حبيت الوانه مره جميله كثير حلو. الحين هذا اخر كولكشن نزل عندكم صح؟ بس من اسبوع نزل. حلو خلاص بختار هذا مع القطع اللي اخترتها. اوكي اوكي كم يصير؟ بيطلعوا كلهم 16000 درهم. 16000 اوكي حتى اللي كاين هون؟ وش اللي ب 16؟ فساتين والاغراض. والله لو بتشترين المحل كله انت خاف الله في عمرك، تجين تكرفين طول الوقت وتضيعينها في خلاقين ما لها داعي. 16000 والله إيه. تمزحين انت. لا ما امزح، عوض حبيبي ترى هذا براند، براند. انت ايش عرفك يعني براند اصلا؟ انا عارف ما اعرف بس اعرف انها واجد يعني حرام، والله في ناس ما هي بلاقين تاكل يعني. تعالي معي الديره اقسم بالله خليك تشترين السوق كله 3000. عوض حبيبي بليز لا تتدخل في شيء ما يخصك، بعدين انت وش تبي فيني حبيبي؟ انا جايه هنا عشان تسوق العرسي، انت وش دخلك في الشيء الحريم هذه؟ روح ضيع وقتك مع منصور، روح شوف شيء يشغلك يا اخي. والله يا منصور انه اصرف من ذا الوجه. حتى هو بعد ما عنده الا الدجه شكلي بروح لحالي. انت حلال في ناس ما هي بلاقيه تاكل وانت تقضين 13000. الشراء والله مو عليك، هذا حق الجراده، نادي الجراده اللي ضيعنا.